بقعة مائية نعرفها جميعا ونعرف كيفية الوصول إليها، ولكن لا أحد يعرف كيفية الخروج منها. ارتبط اسمها بكثير من الحوادث التي قيدت ضد مجهول، فنتج عن ذلك كثير من الأبحاث والنظريات، ولكن دون جدوى، مما أدى إلى ظهور بعض الآراء والنظريات التي تخطت حدود المنطق. هناك يقع عرش إبليس، بل هناك يحتجز المسيح الدجال، والحديث عن بوابة مخفية للسفر عبر الزمان. ولم تسلم الكائنات الفضائية من الأمر، فقالوا الأمر له علاقة بكائنات فضائية. نحن الآن أمام أكثر الأماكن غموضا في عالمنا. ما هي حقيقة هذه المنطقة التي تثير حولها كل هذه الشكوك؟ ببساطة، هذه المنطقة هي مثلث برمودا. مثلث برمودا قصة مستهلكة تم تناولها في عدد كبير جدا من مقاطع الفيديو والأفلام والوثائقيات. أول ما جت الفكرة في دماغي قلت لازم يكون الفيديو مختلف وموضوعي وبيتكلم عن قصة مثلث برمودا بدون أفوار. نقول مساء بطعم العظمة وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجاسوس. مثلث برمودا أو مثلث الشيطان كما يطلق عليه، قصة بيتناولها الكبار والصغار وبيستغلها الكتاب ومنتجي الأفلام نظرا لأن هي مادة كبيرة جدا للإثارة والغموض. ونتيجة لده كله هو عدم الوصول إلى تفسير حقيقي لما يحدث في مثلث برمودا. خلينا الأول نتكلم عن الموقع الجغرافي لمثلث برمودا وهو موجود فين. هو موجود في المحيط الأطلسي بين ثلاث نقاط يتم التوصيل بينهم مثلث متساوي الأضلاع: فلوريدا وبورتريكو وجزر برمودا. يقع مثلث برمودا بين الثلاث أماكن دول بمساحة تصل إلى 1,000,000 كيلومتر مربع. اشتهرت المنطقة دي بوقوع عدد كبير جدا من الحوادث فيها، من غرق سفن وغواصات وسقوط طيارات، واللي أدى إلى شهرة مثلث برمودا مش بس كتر الحوادث اللي حصلت في المنطقة دي، لا، بل تأثير الحوادث على المجتمع. الحوادث اللي حصلت في المنطقة دي هزت الرأي العام. على سبيل المثال اختفاء سرب كامل من طيارات الجيش الأمريكي في هذه المنطقة، وده كان البداية الحقيقية لمثلث برمودا. بالرغم ان حصل حوادث كتير جدا قبل الحادثة دي، ولكن الحادثة دي بالذات هي اللي لفتت نظر العالم لمثلث برمودا. بالرغم من ان مثلث برمودا تم الحديث عنه في احد كتابات الرحالة العالمي كريستوفر كولومبوس. كلم كريستوفر كولومبوس عن المنطقة اللي هو ابحر فيها دي، وقال ان هو لقى منطقة غريبة مقارنة بالاماكن المجاورة ليها، وان المياه فيها لونها ابيض مختلف تماما عن باقي المياه، ان السماء تملأها الغيوم زائد بعض الاضواء التي تتراقص وكثرة عدد الشهب في هذه المنطقة، زائد برضو ان حصل اول ما قرب من المنطقة دي تغير جذري في البوصلة، اهتزاز في القوى المغناطيسية ليها، وطبعا كانوا هيفقدوا السيطرة على السفينة، فحاولوا بكل الطرق ان هم يتفادوا الدخول في المنطقة دي، وفعلا نجوا اليوم ده بعجوبة. لما نبدأ نتكلم عن اغرب الحوادث اللي ادت الى شهرة مثلث برمودا وطبيعتها وليه اتشهر مثلث برمودا بالشكل ده، خلينا نتكلم عن بس النظريات اللي اتكلمت عن حقيقة مثلث برمودا. ايه هو مثلث برمودا وايه هي النظريات اللي اتقالت عليه؟ اول نظرية معانا بتقول هناك يقع عرش ابليس. طبعا المعروف للناس ان عرش ابليس بيقع على المياه، وده ذكر في كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير اللي قال فيه: فابليس لعنه الله حي الى الان منظر الى يوم القيامة بنص من القرآن، وله عرش على المياه جالس عليه يبعث سراياه يلقون الفتن والشر بين الناس. وده اقتباس لكلام النبي صلى الله عليه وسلم على لسان جابر بن عبد الله، حيث قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرش إبليس على البحر يبعث سراياه في كل يوم يفتنون الناس، أعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة للناس. ده الدليل على أن عرش إبليس موجود فعلا على المياه. ولكن إيه الدليل على أن عرش إبليس موجود في مثلث برمودا؟ لا يوجد. طبيعي أن ممكن يكون عرش إبليس موجود في أي حتة في البحر واحنا مش شايفين، فهنا مفيش دليل حقيقي ان عرش ابليس موجود في مثلث برمودا. يعني نظريه بتتكلم على ان المسيح الدجال محتجز في مثلث برمودا، وده لحديث الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم اللي قال ان قبل اسلامه لعبت بهم المياه شهر، ثم انتهى بهم الامر في جزيره وسط البحر. نزلوا في الجزيره دي ولقوا دبه، والدبه شاورت لهم على بيت على الجزيره دي، فراحوا فلقوا رجل كما لم يخلق مثله من قبل، فحكوا اوصافه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ان ده هو المسيح الدجال. منطقة مثلث برمودا دي هي يحتجز فيها
المسيح الدجال، ومش مسموح لأي شخص إن هو يوصل للمنطقة دي، عشان كده بتحصل الحوادث دي. طب إيه يا سيدي دليلك على الكلام ده؟ الدليل إن هي القصة قريبة من دي، فممكن يكون ده حقيقي، ممكن، لكن في دليل؟ مفيش دليل. ثالث نظرية، وهي نظرية السفر عبر الزمان، قصة يمكن تحقيقها علميا من الناحية العلمية، لكن من الناحية العملية مستحيل تحقيق. مثلث برمودا دي هي دوامة زمنية، اللي بيقع فيها بيلاقي نفسه في زمن تاني. بلح عامة، اي قصة فيها غموض هتلاقي فيها هري كتير وكلام كتير وكل الحاجات بقى، التوقعات اللي هي اللي العالم مش لاقي لها تفسير. فكلام عن كائنات فضائية موجودة في المنطقة دي وبيخشوا ويخرجوا من كوكب الارض من خلال المنطقة دي وعاملين مؤسسة ليهم هنا، كلام عبسي. جزيرة اطلانتس جزيرة بيقال ان هي جزيرة مفقودة. الجزيرة المفقودة دي موجودة تحت البحر. فين يا سيدي الجزيرة دي؟ محدش عارف راحت فين. قال لك بس هي تحت مثلث برمودا. بعدين احنا مش عارفين نخش المنطقة دي، يبقى جزيرة اطلانتس موجودة تحت مثلث برمودا. وجزيرة اطلانتس معروف ان هي كان فيها حضارة شبيهة كده بحضارة الفراعنة، وكانوا بينيين اهرامات، وبيقولك ان الاهرامات دي كانت لبناء الطاقة، زي ما بيتكلم على ان الاهرامات ليهم علاقة بالكائنات الفضائية، وان اللي بنى الاهرامات كائنات غريبة غير البني ادمين. فجزيرة اطلانتس كانت جزيرة برضو كده زي الفراعنة، وكان في اهرامات بتنتج الطاقة، فإشعاع الطاقة دي اللي موجود تحت البحر بيؤدي في النهاية إلى غرق السفن والطائرات. طيب ماشي، وبعدين عندك دليل على الكلام ده؟ لا، توقع. طيب ماشي، شكرا حضرتك، اتفضل. شكرا، اتفضل. فهل الكلام ممكن يكون صح؟ يعني ممكن يكون المسيح الدجال هناك، ممكن يكون إبليس هناك؟ هتصدقني لو قلت لك إنه ممكن، لكن حصل؟ الله أعلم. إيه الحوادث اللي حصلت في المنطقة دي خلت الناس تعتقد هذا الاعتقاد؟ تعالوا نشوف. في عام 1812 اختفاء سفينة في قلب المحيط أدى إلى زلزلة الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية، وده بسبب أن السفينة دي كان عليها بنت نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أرون بور. في يوم من الأيام كانت السفينة دي بتبحر في المحيط الأطلسي، وأثناء بحرها وبدون أدنى يعني بدون أي سابقة إنذار اختفت السفينة. طبعا دي ابنة نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فتخيل كده كم عمليات البحث عن السفينة دي. عدد كبير جدا من السفن بتبحث عن السفينة دي، ولكن دون أثر. حطام أي أثر للسفينة؟ مفيش. عشان يبدأ يظهر خزعبلات عن السفينة اللي اختفت اللي بتحمل ابنة نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الكلام على كائنات فضائية، الكلام على المريخ، الكلام على إيه اللي. ولكن ما كانش لسه يعني انتشر حوار مثلث برمودا. عن قيادة الحادثة دي ضد مجهول، وقيل ان للامر علاقة بالقراصنة، لان القراصنة كانت منتشرة جدا في القرن ده. في 872 اغرب اختفاء لسفينة، سفينة ماري سليست. القصة دي هي اغرب اختفاء لسفينة على الاطلاق. سفينة ماري سليست كان ليها طاقم هو الامهر، هو الاروع، هو الاعظم. سفينة نفسها كانت سفينة عملاقة، ولكن دون استغاثة، دون سابق انذار، دون اي حاجة، اختفت السفينة ولا اثر لها. في نفس الوقت اللي كانت بتتحرك فيه ماري سليست من على المينا، كان في سفينة تانية بتتحرك اسمها ديجراشا، وطبعا السفينتين دول اتحركوا، دي في اتجاه ودي في اتجاه. بعد ما اختفت سفينة ماري سليست، اثناء ابحار سفينة ديجراشا شافت سفينة بتبحر كده لوحدها، تحس ان السفينة دي سفينة اشباح بتبحر لوحدها. فطبعا بدأوا يدققوا النظر ويقربوا من السفينة، لقوا ان دي سفينة ماري سليست. طبعا نزلوا من سفينة ديجراشا دي وراحوا لسفينة ماري سليست. دخلوا السفينة خاوية على عروشها، بدون الطاقم وبدون مركب الانقاذ. الاكل زي ما هو، اغراض الطاقم في اماكنها المعتادة، مفيش اي حاجة تثير للشك، فص ملح وداب. ايه اللي حصل؟ الله اعلم. طب التحقيقات نتج عنها ايه؟ مفيش. السبب؟ مفيش. الحقيقة أمر يدعو إلى الدهشة. في 945 الرحلة 19 من هنا هي البداية الحقيقية لمثلث برمودا. 5 طيارات قاذفات قنابل تابعة للبحرية الأمريكية خرجت في مهمة تدريبية عادية جدا في قلب المحيط. المهم خرجت الطيارات دي، وبعد فترة مفيش أي إشارات منها، حاولوا الوصول إليها ولكن اختفوا جميعا. بعد اختفاء الطيارات دي خرجت طيارة بحرية للبحث عن الطيارات الخمسة، ولكن كانت المفاجأة اختفت برضو. قيلة 6 طيارات و27 رجل في طي النسيان. السبب؟ الله أعلم. لكن عشان نكون موضوعيين خلينا نلفت نظركم لحاجة
قد يكون ده هو السبب، ان الخمس طيارات دول ما كانش فيهم غير واحد بس ملازم اول، والباقي كانوا عديم الخبره، وكان الملازم الاول ده هو قائد السرب يعتبر، وهو اللي لبسهم في الحقيقه. دخل في منطقه فيها غيوم فوق مثلث برمودا، ما قدرش يسيطر على نفسه وهم طبعا ماشيين وراه، سقط. لكن الغريب هو اختفاء الخمس طيارات، الست طيارات. الغريب ان هم ما لهمش اثر. طبعا الاخطاء البشريه وارده، بس فين اثر الطيارات دي؟ مفيش. طبعا الحادثه دي كان ليها اثر كبير جدا في الولايات المتحده الامريكيه، خصوصا ان المرحله دي كانت مرحله الحرب العالميه الثانيه، فطبعا الكلام زاد وكتر، ولكن مفيش اي كلام حقيقي عن سبب اختفاء الرحله 19. رحله يو اس اس سايكروس هي اكبر خساره بشريه في مثلث برمودا، اكثر من 300 شخص فقدوا في هذه الحادثه. هي طبعا سفينه امريكيه كانت محمله بالبضائع. قصص كتير عن اختفاء سفن وطيارات ما يتسعش الوقت ان احنا نتكلم عليها، ولكن دول يعتبر هم اغرب القصص اللي حصلت في مثلث برمودا. هل حقا يستحق مثلث برمودا هذه الضجه؟ انت كده سمعت الحوادث وعرفت الحوادث وطبيعتها، وسمعت برضو النظريات الكبيرة جدا اللي اتكلمت عن مثلث برمودا. تعال بقى نسمع كلام بالعقل والمنطق واللي قد يكون بنسبة كبيرة جدا هو الصح. حديثا أكدت بعض الدراسات والأبحاث إن الحوادث اللي حصلت في مثلث برمودا عددها مقارنة بباقي الأماكن هي حوادث طبيعية، نسبة الحوادث مش أكتر بكتير من باقي المناطق في المحيط الأطلسي. بس كده، ده كمان قالوا ان في بعض الحوادث تم نسبتها لمثلث برمودا وهي ما حصلتش من مثلث برمودا، بس اتقال كده بغرض الدعاية والشهرة. وقالوا كمان ان منتجي الافلام والكتاب استغلوا مثلث برمودا للترويج لنفسهم وللشهرة، نظرا لانها قصة مثيرة للعقول وجاذبة للانظار. ومع ذلك المنطقة دي من الناحية البيئية والطبيعية غير صالحة للإبحار، فيها بعض الخواص الطبيعية اللي بتميزها وبتخليها مختلفة عن غيرها. إيه هي العوامل الطبيعية اللي بتؤدي إلى سقوط الطائرات وغرق السفن؟ أول حاجة، حدوث خلل في القوة المغناطيسية بيؤدي إلى حدوث خلل في البوصلة، فبالتالي بيبقى الاتجاهات ضايعة بالنسبة للسفن والطائرات. تاني حاجة، اتكلموا عن غاز الميثان اللي موجود في المنطقة دي بكثرة، وغاز الميثان بيعمل على تقليل كثافة المياه، فبالتالي السفن بتغرق بسهولة. أما بالنسبة للطائرات، فكثرة الغيوم والتقلبات الجوية في المنطقة دي بتؤدي إلى طبعا سقوط الطائرات. كشفت التقارير والأبحاث إن الأمواج في هذه المنطقة بيصل طولها إلى عشرات الأمتار، وعشرات الأمتار دي يعني قادرة على إغراق أكبر السفن، فبالتالي غرق السفن في هذه المنطقة طبيعي. التقارير كمان قالت إن العالم تناول قصة مثلث برمودا بطريقة مبالغة شوية، إن الحوادث دي حصلت في كتير من الأماكن غير مثلث برمودا. في النهاية، مثلث برمودا هي منطقة غير مستقرة من الناحية البيئية والطبيعية زي كتير جدا من الأماكن، لدرجة إن مصر نفسها فيها منطقة شبيهة بمثلث برمودا اسمه مثلث أبو النحاس، بيحصل فيه نفس اللي بيحصل في مثلث برمودا، وسمي أبو النحاس لأنه مثلث نحس. كرييتيف احنا في الأسماء برضه على فكرة، خلي في بالك. مثلث أبو النحاس موجود على شواطئ الغردقة، وحدث فيه عدد كبير جدا من غرق السفن، ولكن عودة الخواجة بقى مسيطرة. طبعا مثلث برمودا يتشهر ومثلث أبو النحاس في طي النسيان، حتى المثلثات عندهم عنصرية. أشوفكم على خير.